السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين ومستخدمين برنامج جي آي إس. اليوم راح نتناول فيديو بسيط جدا اللي هو تحويل أو تغيير الإسقاطات الجغرافية وليس الوحدات اليونت، الإسقاطات الجغرافية لطبقة معينة أيا كان الامتداد اللي خاص بها، شيب فايل، راستر، بوليجون، anything. هسه اليوم بناخذ هذا اللي عندنا فد طبقة تبين طبوغرافية منطقة بصيغة الراستر. لاحظ هسه إذا أروح أنا على الطبقة نفسها، تمام، على الطبقة نفسها أروح أضغط أشوف البروبرتيز حتى أعرف الامتداد اللي خاص به. إذا تلاحظ بالأسفل دي يقول لي هنا هسه شنو الوحدات، ديزمون ديجري، تمام. يعني إذا أنت في يوم ما مثلا احتاجيت وحدات بالمناسبة تنوي عام الدبليو جي اس، إذا تختار الدبليو جي اس فقط ينطيك فقط ديزمون ديجري، لكن إذا كنت تحتاج وحدات مترية لازم تختار UTM. فهسه أنا أريد أحول من الجيوغرافيك إلى البروجكت كوردينيت سيستم، فشلون تحول هاي الراستر؟ تمام، هسه إذا أدخل عليها الداتا فريم بروبرتيز، أروح على مو جنرال، على الداتا فريم، I think على الكوردينيت سيستم، عفوا على الكوردينيت سيستم، لاحظ شنو اختيارها، WGS ضمن من؟ إذا تنجع WGS ضمن من؟ ضمن Geographic Coordinate System. هذا WGS بصورة عامة شنو ينطيك الـ احنا نسميها الـ Area عادة بشنو يقيسها، هذا بالدزمال ديجري، تمام. عيني القياس الخاص دائما يكون لك بالدزمال ديجري، ما يتحول. هذا هو الأنجولار يونت ديجري. انت في بعض الأحيان تحتاج الوحدات تكون بالمتر او بالكيلومتر او بالسنتيمتر، يعني وحدات الانترناشنال. فاذا اختاريت لفقط WGS، تمام، ايا كان او اي الامتدادات الاخرى، فلازم تخلي في يعني بالك انه راح تبقى بالديزمون ديجري. اذا تتحول او انت اصلا تريد تغير الاسقاط المناخي او تريد تحول حتى تتحول لوحدات هذه الراستر من الاصل، شنو تسوي؟ تروح على هذا الخيار، تمام، تكتب هنا هذا الخيار عندك الارك تول بوكس، بعد ما ينفتح تختار الداتا مانجمنت تول، داتا مانجمنت تول، تختار هذا، تختار الداتا مانجمنت تول. افتر ذات اكو شيء راح نلقاه نسميه احنا البروجكشن اند ترانسفورميشن، الاسقاط والتحويل، ترانسفورميشن، هذا هو. نروح على الداتا مانجمنت تول، بعد الداتا مانجمنت تول شنو نختار، بروجكشن اند ترانسفورميشن، نفتح من الجانب راح يتحرك الراستر. الراستر بعده اوبشنات، الراستر بعد احنا ما تهمنا اوبشنات الراستر، يعني عندك البروجكت راستر هي افضل حاله، بروجكت راستر، تمام، بروجكت راستر، هاي الراستر راح اغير اني النظام الاحداثي الخاص بها ضمن البروجكشن اند ترانسفورميشن. تروح على راستر تختار بروجكت راستر، طبعا اذا كانت راستر، اذا كانت غير صيغه تروح على الـ 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 يعني الخيارات اللي تحتهم، الخيارات اللي تحتهم ما يحدد لك ايا كان النوع، يعني خلي بس يعني نلغي هذا الاوبشن، عفوا هذا هو للاسفل. الباتش بروجكت عندك الديفاين بروجكت والبروجكت، هذا يصير على الكل وخاصة للبوليجون. الديفاين بروجكت إذا أنت سويت عمل بالكامل لكن أصلاً ما وضعت له إسقاط جغرافي، فراح ينطيك إسقاط جغرافي إلى إذا هو أصلاً خالي من الإسقاط الجغرافي، لكن إذا كان بأي صيغة أخرى غير الراستر وتريد تغير الإسقاط، يعني عنده إسقاط جغرافي وتريد تغير إسقاط الجغرافي إلى إسقاط جغرافي آخر، تختار خيار البروجكت. لكن إذا كان تريد تغير يعني إسقاط جغرافي لكن كانت اللاير المتوفرة عندك بصيغة الراستر، فعن طريق البروجكشن آند ترانسفورميشن نفسها تروح على الراستر، من الراستر تفتح الأوبشنات الداخلية اللي بيها تختار راستر بروجكشن، تمام. بعد ما تختار راستر بروجكشن راح تختار أول شيء يقول لك اختار لي هذا الديجيتال إليفيشن موديل، هاي اختاريناها، تمام. بعدين يقول لك انطيني الكوردينيت سيستم، أنا هسه بتحول من الجيوغرافيك كوردينيت للبروجكتد كوردينيت سيستم، من الجيوغرافيك للكوردينيت بروجكتد سيستم. ليش؟ لأنه محتاجه الصراحة UTM، وحدات UTM تنطيني هذا الأوبشن، ضروري تحدده، طبعا ضروري تحدده، وهذا أيضا ضروري تحدده، هذا
خيار من هنا ضروري تحدده، تمام؟ هذا اوبشنال لكن هذا ضروري تحدده. هسه راح نختار جيوغرافيك بروجكتد. انا هي اصلا جيوغرافيك لكن البروجكتد هسه قبل ما نحول جيوغرافيك بروجكتد عندك ليرين، يقول لي انت اصلا عندك ليرين، هاي اللايرز متوفره عندك لحد الان بهذه الطبقه فقط. فانا ايش راح اسوي؟ احول من الجيوغرافيك كوردينيت سيستم، من الجيوغرافيك اريد احول للبروجكتد، تمام؟ لان هو حاليا جيوغرافيك. فهسه شو اسوي اني احول للبروجكتد؟ اروح للبروجكتد، البروجكتد لان انا الوحدات عندي ديزمال ديجري، فاريد احول لمن؟ احول للمترك، فاختار اروح لليو تي ام، تمام؟ من اليو تي ام اختار دبليو جي اس، تمام؟ بعد الدبليو جي اس اختار اني منطقتي تقعد من النورث، فراح يصير عندي القراءه دبليو جي اس يو تي ام يا زون، تمام؟ زون اللي عندي هنا انا اللي اشتغل عليه هو واقع بين الستة مثلا 35 او 36 او 38 حسب الزون اللي انا اشتغل عليه، تمام؟ عيني اي ايا كان نقدر نغيره بعدين، نقول له اوكي افتر ذات اوكي. لاحظ بالاسفل راح ينطيك التحويل، يقول لك بروجكتد راستر، بروجكت راستر، تكمل العمليه خلال ثواني معدوده، تكمل يقول لك تم التحويل، تمام؟ بعد ما تكمل هذه العمليه وتم التحويل تشيك انه صحيح تحولت او لا، تروح على الراستر نفسها بعد ما يكمل هذا الاوبشن اللي هو بروجكتد راستر، يعني دي يغير بالاحداثيات او بالمسقط الجغرافي الخاص بهذه اللاير. نرجع وننوه، إذا كانت الطبقة اللي خاصة بك أنت تريد تغير إسقاطها المناخي تبقى على نفس الأوبشن اللي هو Arc Toolbox على Data Management Tool، من Data Management Tool تختار Projection and Transformation. إذا كانت الطبقة عبارة عن راستر تروح بداخل الراستر وتختار الأوبشن اللي هو Project Raster، تمام عيني؟ إذا كان مو راستر بوليجون أو أي امتداد ثاني طبقة نقطية أو غيرها تختار الأوبشن الثاني من أسفل. لاحظ هسه هو كمل لي البروجكت، سمى بروجكت راستر، يعني تم تغيير الراستر أو البروجكت راستر الخاص بها، تمام؟ هسه هذا نروح عليه الجديد اللي هو البروجكت راستر، أقول له داتا فريم بروبرتيز، تمام؟ هذا الداتا فريم بروبرتيز الخاص به. تقدر منها أنت تحدد الداتا فريم بروبرتيز اللي راح يشتغل عليها النظام، الجنرال ديزمال ديجري أيضا تغيرها منها بذات وحدات مترية أخيرة، وهنا راح تلاقي إنه عملية التغيير البروجكشن للسيستم، تمام؟ تختار العملية اللي أنت تحددها خاصة بها دبليو جي اس أو غيرها مثل ما قلنا منها، تختارها وتحددها. هسه احنا هنا أخذ وكأنه الداتا فريم بروبرتيز للطبقة كلها، شلون نتأكد إنه هاي تحولت؟ تروح على هاي الخيار الخاص بها وتختار لها ايضا بروبرتيز، تمام؟ تختار بروبرتيز تتاكد من عندها على الداتا فريم بروبرتيز، وتتاكد من الكوردينيت سيستم سمبولوجي، تتاكد من الكوردينيت سيستم او الجنرال راح ينطيك السورس وراح ينطيك التسلسل او التفاصيل اللي خاصه بها. هنا عمليات التحويل اذا جرت، لاحظ احنا شنو حولنا؟ سميناها دبليو جي اس 1984 يو تي ام 038 نورث، تمام؟ لاحظ اللينير يونت هو عبارة عن شنو؟ متر، والهاي الانجولر يونت دوغري، اوكي تمام؟ احنا يهمنا الوحدات الخطية، سو منا تتأكد انه الطبقة تحولت. طيب دكتور انا حولت الطبقة لكن بتبقى الفريم الخاصة بهذه الشو كلها، كيف اقدر احولها؟ تقدر تحولها من هذه الطريقة، تختار منها داتا فريم بروبرتيز الكوردينيت سيستم ايضا تغير منه، تختار البروجكت الخاص بك وكذلك اليو تي ام او حسب انت وين عملك يكون، وتختار التسلسل اللي خاص بك مثلا دبليو جي اس نورث، ويعني على الاسقاط الجغرافي او المناخي العفو الجغرافي الخاص بمنطقه دراستك، تختاره وتحدده بهذه الطريقه. اذا عندكم اي سؤال او استفسار يخص عمليه تحويل او تغيير البروجكت الاسقاط الجغرافي البروجكت سيستم كوردينيت سيستم لاي طبقه وما توقفت في خطوه ما يعني واجهتوا بها مشكله، تقدرون تراسلونا على القناه ان شاء الله نجاوبكم.
التقي بكم بفيديوهات اخرى. دمتم بامان الله.